مونديال 2022 مع الخبير الرياضي حسن شرارة. صباح الخير. صباح الخير زينة. أنا اليوم مبسوطة طالعة معك وعطلانة هم، لأنه قلت لك إنه أنا برازيلية. يعني الله يرحمه إن شاء الله. قلت أنا ما بعرف اليوم شو مخبي لي حسن، على شو بده يحكي عن أدائهم. يعني غريب عجيب هيدا المونديال، ما فينا نقول غير هيك حسن. يعني طلعت البرازيل، طلعت البرتغال امبارح، فوز طبعا للمغرب يلي انبسطنا لهم كثير. خبرنا شوي هيك كيف شايف الصورة هلا مع قرب النهاية المفاجآت. أنا بعتبر إنه كل اللي صار بالدور الأول من البطولة من مفاجآت هو أمر طبيعي ببطولات العالم إذا بنرجع للتاريخ. يعني فوز السعودية مفاجأة على الأرجنتين، فوز اليابان على إسبانيا وعلى ألمانيا، خروج ألمانيا، خروج بلجيكا، فوز المغرب على بلجيكا، أوكي كله مفاجآت. إنما كأس العالم عبر تاريخه شهد بالأدوار الأولى مفاجآت من هالنوع، ولكن كله صار بس توصل للمباريات بكؤوس العالم لدور الأدوار الإقصائية لخروج الخاسر، بتصير أنه خلص هون بصير الجد. بهيدا الجد بدور ال 16 وبدور الثمانية لم نشهد مفاجأة مهمة إلا المغرب، يعني الباقي كله منتخبات الكلاسيكية هي اللي وصلت اللي بنعرفها اللي دائما مرشحه انها تكون حامله لقب. اليوم عندنا يعني البعض بيعتبر كرواتيا مفاجاه، لا كرواتيا ما لنا مفاجاه، كرواتيا وصيفه كاس العالم الماضيه، كرواتيا هي منتخب عنده عدد كبير من النجوم بيلعبوا باهم الانديه الاوروبيه وبالتالي مش مفاجاه. هلا اللي بدي اقوله لالك يمكن يكون للبعض مفاجاه على الشاشه، هل المغرب وصولها لنصف النهائي مفاجأة؟ من حيث الشكل إيه، بس من حيث المضمون أنا بقول لا، لسبب بسيط. اليوم المغرب عنده عدد من النجوم بيلعبوا بأهم الأندية الأوروبية، عنده أشرف حكيمي، عنده ياسين بونو بيلعب بإشبيليا، أشرف بباريس سان جيرمان، عنده حكيم زياش بيلعب بإنجلترا، عنده يعني ما بدي عد، عنده عدد من النجوم اللي هن من الأغلى بسوق الانتقالات الأوروبية. عم نحكي أشرف حكيمي قيمته المالية بالمئة مليون يورو، يعني مش مزحة، عم نحكي بلاعبين على مستوى عالي. بالتالي المغرب نعم مفاجأة كبيرة، مدوية، أقصت بلجيكا بالدور الأول، أقصت إسبانيا، رجعت أقصت البرتغال، منا مزحة. منتخبات ثلاثة من المصنفين العشرة الأوائل بالعالم، المغرب مصنف 22، ولكن المغرب تميزت بوجود هول النجوم، تميزت بوجود لاعبين محليين عم بيقاتلوا لكنزة وطنهم، تميزت بالروح اللي مش موجودة عند حدا. أنا في فريقين شفتهم بالمونديال عندهم روح عن جد عجيبة غريبة، الأرجنتين والمغرب، عم بيقاتلوا للموت. يعني اللاعب بتحسيه أنه مستعد ينضرب، مستعد أي شيء لأنه بده يربح. هيدي بالفوتبول أحياناً الروح القتالية، الرغبة باللعب لفانيلة الوطن والدفاع عنها بتوازي التكتيكات والخطط والى اخره. امبارح المغرب مع البرتغال فرجت انه الروح القتاليه، الالتزام التكتيكي للاعبين، انضباطهم، ترجمتهم لخطه المدرب بنجاح، نجاحهم بالهجمات المرتده بس لو وفقوا بترجمتها. يعني نتيجه المباراه انتهت 1-0، بالشوط الثاني لو وفق مهاجمين المغرب البدلاء اللي نزلوا بدل يوسف النصيري بثلاث فرص حقيقيه للتسجيل، كان منتخب المغرب ربح المباراه اكثر. وبالتالي شهدنا حدث تاريخي امبارح، اكثر من حدث تاريخي. الاول انه المغرب بنصف نهائي كاس العالم، اول منتخب افريقي وعربي يتاهل الى هذا الدور. المغرب ستواجه فرنسا بطلة العالم، ويا رب تقدر تكرر اللي عملته تونس بالدور الأول وتربح على فرنسا، وليش لا؟ في قول شهير أنه لا تقنع بما دون النجوم، ليش لا؟ بالعكس، وقال له مدرب المغرب يوسف وليد الركراكي للاعبينه
من مباراتين وقت تأهلوا على دور ال 16 قايل لهم بإحدى الحصص التدريبية ليش لا، نحن من حقنا نحلم بكأس العالم ومن حقهم يحلموا بكأس العالم كرمال كل عربي ومغربي امبارح نزل على الشارع واحتفل فيهم، وكرمال أمهاتهم يلي نزلوا على الملعب ورقصوا معهم. صح، وكان مشهد مؤثر جدا، يعني نحن كعرب ننبسط أنه نشوف اليوم منتخب المغرب عم يقدر يحقق يمكن حلم. اليوم حسن كنت عم تقول أنه اللعيبة يلي بيلعبوا بفريق المغرب هن لعيبة بيلعبوا بكتير أندية مهمين، بس نحن لأنه أغلبية الناس يمكن بتنطر المونديال ما بتتابع غير ماتشات فوتبول، يعني بتابعوا بس المونديال، ما بيعرفوا بالنسبة لهم أنه هولي اللعيبة ما بيلعبوا بأندية كتير كبيرة. لا صحيح، المغرب طبعا المغرب والجزائر تحديدا هن المنتخبين العربيين اللي عندهم غنى كبير بالنجوم اللي بيلعبوا بأوروبا، وعم نحكي عن أسماء كبيرة، يعني سميت أنا لاعبين اللي بيلعبوا بالمغرب، كمان الجزائر عندها لاعبين بيلعبوا بأوروبا، طبعا المنتخبات الأفريقية معظمها الكاميرون نيجيريا كلهم عندهم لاعبين كبار بيلعبوا بأفريقيا، ولكن الفرق أنه المدرب منتخب المغرب نجح باستثمار أو عمل توليفة خليني أقول ناجحة بين اللاعبين المحترفين بأوروبا واللاعبين المواطنين واللاعبين الصاعدين. بذكر هون أنه أوناحي مثلا رقم 8 بعد فوز المغرب على إسبانيا واستقالة مدرب إسبانيا لويس أنريكي قال بالمؤتمر الصحفي، سألوه عن منتخب المغرب فأجابهم أنه ما حكى عن المنتخب، قال لهم يا إلهي بالحرف يا إلهي من هو هذا اللاعب رقم 8 لا أعرف اسمه، إنه لا يكف عن الركض لا يتعب، إنه لاعب رائع، يعني هيدا لاعب إنتاج مغربي صرف. وبالتالي المغرب كانت ولا تزال بلد والذي للنجوم، وبتستحق ان مش لاعبينا بيستحقوا مش يلبسوا قميص المغرب، بيستحقوا انهم يمثلوا كل مواطن عربي، لانه المغرب امبارح ومع اسبانيا ومع بلجيكا كان فرحا، وهذا عن جد نحن بحاجه له بالعالم العربي، ووحدنا حوله حيث فشل السياسيون والزعماء العرب ان يفعلوا ذلك. صحيح. هذا بالنسبه لمنتخب المغرب. وهل بتحس حسن انه يعني كمان عدم ادخال كريستيانو رونالدو بالشوط الاول كان عنده تاثير؟ يعني في كثير ناس كانت عم بتقول انه كمان هيدا الشيء اعطاهم يمكن بوش اكثر انه يقدروا يكونوا مرتاحين على الملعب، يعني البرتغال اليوم قوتها يمكن بكريستيانو رونالدو. انا قلت لك قبل شوي انه امبارح شهد اكثر من حدث تاريخي بالفوتبول، الحدث الاول قلت لك هو تاهل المغرب للنصف النهائي، الحدث الثاني صراحه مش خروج البرتغال، الحدث الثاني كان كريستيانو رونالدو. انا بقول هيدي طبعا مساله نقاش ووجهات نظر، بس انا بقول انه صحيح منتخب البرتغال كان ماشي بالمباريات السابقه بدون رونالدو، ولكن من غير اللائق لمدرب منتخب البرتغال كائنا من كان هذا المدرب انه كريستيانو رونالدو الاسطوره الذي يجب ان يكرم بتماثيل ببلده كما تفعل الارجنتين مع ميسي كما فعلت مع رونالدو يجلس على دكه البدلاء. ما كانت حلوه، ما كانت مقبوله، مش لايقه بحق المدرب، وصراحه اللي قالته جورجينا رودريغيز صديقه رونالدو بهذا الموضوع مزبوط، وقبل شوي قرات تصريح لاسطوره البرتغال لويس فيغو نجم ريال مدريد السابق اللي قايل انه المدرب يتحمل المسؤوليه، لا يجوز ترك لاعب بقيمه كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء واشراكه بالشوط الثاني، يمكن ما كان يعمل فرق بس نعم. اصلا المنتخب كله ما عمل فرق. صح. يعني بيبقى هيدا كريستيانو رونالدو اللي شفنا منه بالشوط الثاني لمحه وحده مرة كره
كان بيقدر هو يحاول يسجل مرة لزميله اللي سدد وكاد يسجل بمرمى المغرب. الحدث التاريخي الثاني امبارح كان الطريقة غير اللائقة اللي تصرف فيها الجهاز الفني لمنتخب المغرب البرتغال مع كريستيانو رونالدو. أما الحدث الثالث فهو كان خليني سميها حرب المئة عام، شفناها امبارح بمئة دقيقة بين فرنسا وإنجلترا. صحيح. كانت أم المعارك الأوروبية، الديربي المانش، له عناوين كثيرة. كان ماتش كثير حلو فرنسا. صحيح، يعني كل الناس كانوا عم بيقولوا لهلا هيدا يمكن أجمل ماتش انحضر، يعني كتقول إنه عن جد الفريقين عم يلعبوا بطريقة كثير حلوة. أنا بقول مباراة حلوة جدا، بس كان الأجمل منها الأرجنتين وهولندا. طبعا كمان هيدي وجهات نظر. بس المباراتين كان فيهم كل شيء، يعني كان فيهم أهداف، بنالتي ضايعة، بطاقة صفراء كثير بالمباراة الأرجنتين. الاتحاد الدولي فتح تحقيق باللي صار بين الأرجنتين وهولندا، ومع الاتحادين اعتبرهم أنه في خرق للوائح الفيفا بمحلات معينة. هيدا عادة بتطلع عقوبات مالية، يعني الجمهور اللي عم يسمع ما يخاف أنه طال ميسي أو أي لاعب تاني عقوبات ما. فهول الأحداث الكبيرة اللي شهدناها، بالإضافة طبعا عم نحكي عن ربع النهائي. هي ثلاث أحداث تاريخية صاروا. ربع النهائي الحدث التاريخي الرابع كان، يعني العفو منك زينة، خروج البرازيل أمام كرواتيا. ولكن برجع بقول أنه بعدهم للأسف بتمنى من جمهور البرازيل الكبير بلبنان والعالم العربي يتقبل كلامي، بعدهم لاعبين البرازيل عم بيقاتلوا، يعني من بعتقد من اكثر من 20 سنه ما ربحوا المونديال. خلال هذه الفتره كلها بعدهم عم بيقاتلوا لنفسهم، لاسمهم، للعروض اللي بدها تجيهم من اوروبا. مش عم بيقاتلوا او عم ليطوروا قيمتهم السوقيه، مش عم بيقاتلوا للكنزه. ما شفنا من لاعبين منتخب الارجنتين الروح اللي كان مطلوب اللي نشوفها، اللي شفناها من الأرجنتين، من فرنسا، من إنجلترا، من المغرب. هون على سبيل النكتة حسن قالوا لهم هيدي آخرة الرقص بالملاعب. هيدي قال روي كين اللاعب الأيرلندي الشهير، قال ايه مزبوط، قال تعليقا على الموضوع انه اللاعبين البرازيل ما قدروا انه يربحوا المباراة لانه كانوا ملتهيين او صرفوا طاقتهم بالرأس. بكل الاحوال موضوع البرازيل صار ورا ظهرنا للاسف، يعني خروج البرازيل دائما مش حلو. وجودها بيعطي نكهة بالمونديال، وجود المانيا بيعطي نكهة، ولكن كرة القدم تتطور تتغير بسرعة، بدليل انه الفرق الصغيرة بين هلالين عم تقدر أنها تكون ند للند مع الكبار، كمان بين هلالين عم تقارعهم وعم تربح عليهم. وأنا بقول أنه ما بقى في شيء كبير بالفوتبول. هذا اللي أعطانا إياه مونديال قطر درس. صح، وهذا درس حلو بعتقد حسن لكل الحياة، لنعرف أنه قدي الأوقات الفرق الصغيرة ممكن كتير تشتغل على حالها أو تركز وتقدر توصل، وأوقات فرق كتير كبيرة ممكن تضيع يمكن بالكتر الثقة بالنفس، أوقات يعني حتى بالتوقعات، بالاستلشاء ببعض الفرق اللي فاجأونا هيدي السنة بالمونديال. وبتخيل أنه حق كل شخص اشتغل عن جد صح مع المدرب تبعه ومع التيم تبعه أنه يقدر يوصل ويحقق نتائج حلوة. شو توقعاتك هلأ لليومين الجايين، تنين وثلاثة بتخيل في ثلاثة وأربعة؟ ثلاثة وأربعة مغرب وفرنسا، بس نحن بالجديد ما في إجازة. تنين حلقة المونديال عنا 9:30 رح يكون فيها، قبل ما أحكيك عن توقعاتي رح يكون فيها شخصيات رياضية وسياسية وفنية من اللي الناس بتحبهم، وأبو طلال طبعا عم بيوزع جوائزه على الناس اللي بعتوا أرقامهم. بالنسبة للمباريات 3-4 صراحة زينا أصبح التوقع مستحيل. يعني اليوم وقت بتحكي عن مباراة بين المغرب وفرنسا، وقت بتحكي عن المغرب بما فعلت حتى الآن، بتمنى وبعتقد هذا رح يصير، انه لاعبين المغرب ما يعني يبقوا على الارض،
لأنه بعد ما انتهى شيء الحلم بعده موجود، الحلم لنا كلنا بعده موجود. المغرب اللي أقصد بلجيكا وإسبانيا وبالبرتغال قادرة أنها تفوز على فرنسا، ما في شيء صعب. وبعتقد من يعني مش من السهل التوقع بمباراة من هالنوع. نحن الإعلاميين بنقول دائما على الورق وعلى أرض الواقع. على الورق الأرجحية لفرنسا، هيدا منطقي، بطلة العالم، مصنفة ثانية بالعالم، المغرب مصنفة 22، منتخب فرنسا كل لاعبينه نجوم بيلعبوا بأهم أندية أوروبا والعالم، عندهم كيليان مبابي، عندهم ديمبلي، عندهم جيرو، عندهم الجولر لوريس يلي فرجينا أنه أثبت هو وياسين بونو وحارس مرمى الأرجنتين وكرواتيا أنه البطولة هي بطولة حراس المرمى بشكل أساسي. وبالتالي صعب التوقع بمباراة من هالنوع. برجع بقول لك على الورق الأرجحية لفرنسا، ولكن منتخب المغرب فرجانا أنه ما في ورق وما في ممكن. يعني على أمل أنه يكونوا هيك للمباراة الثانية الأرجنتين وكرواتيا. كمان بقول لك على الورق الأرجحية للأرجنتين، أرجنتين ميسي، أرجنتين لوتارو مارتينيز اللي استعاد ثقته، ديماريا وغيره من النجوم، ولكن كرواتيا كمان فرجتنا أنه فريق تكتيكيا عالي جدا بقيادة وقدمت أداء عالي. صحيح. يعني نحن حنكون متابعين برنامجك كمان الممتع كتير حسن، ودايما هيك معنا بكل جديد بالمونديال. شكرا كتير لك، وهيك لمعلومات أكثر مش عم نشوفك إن الله رد الأسبوع المقبل بنكون طلعت النتيجة النهائية إن الله رد. شكرا كتير لك الخبير الرياضي حسن شرارة.